يلا. شغلت هذا الفور جي، الله بهدلونا. عجبك؟ ما بعدنا عم خبرهم انه يا محلى الزلح في اسرع من الفور جي. ايه لا والله، واي ايه فاي والله. مرتاحين ولا فور جي مرتاحين. انا عندي شو اسمه هيدا كيبل، ما عندي دي اس ال من الاوجيرو يعني، فرجعت شغلت الفور جي. ان شاء الله هلا احسن، لا منيح يعني، بتمنى انه ما يقطش. الحمد ساعة لله. كنا عم نقول انه دور عدنان اللي اخذ سكسيه كثير بلبنان وبالعالم العربي، وهيدي نعم الشخصية اللي يعني كبار وصغار حتى بالمدارس صح، بتصور المعلمات، يعني سمعنا كثير شكاوى انه عم بقلدوا عدنان لما كانوا عم بيسمعوا، خاصة بالصفوف الصغيرة. لا صدقني صارت بأكثر من مدرسة مظبوط عنا. مظبوط مظبوط كانت مظبوط. هي يعني قد ايه انت ضحكت الناس، كانت رح تكون سبب بهيك حزنك وابتعادك عن الشاشة والأعمال الدرامية، بس الحمد لله. الحمد لله، رجعنا عملنا دراما. يعني عملت فرقة ناجي عطا الله مع الأستاذ عادل إمام، عملت ديو الغرام، عملت القناع، عملت خلت وردي. ليك خليني عدهم عنك، لان انا عملت شويه ريسيرش عن اعمالك الدراميه، واللي لفتني انه سينما ومسرح في اشياء ودبلجه اهم شيء، يعني بتصور في جيل ربي على صوتك بافلام كرتونيه مثل السنافر، ستيفن البطل، وغيرها من يعني الاعمال الكرتونيه اللي كنا نتاثر بشخصياتها ب يعني بالتلفزيون. فرقه ناجي عطا الله، وكنت عم بحكي بالبدايه عن وقوفك امام الكبير عادل امام زعيم وهيك يعني اعطائك اذا بدك حقك، بيقول لك ده انت واد تقيل، مبين سالك اذا عندك شاغل مسرح، قلت له ايه، قال لك ده باين قوي، ده انت واد تقيل قوي قال لي ده انت ممثل جامد قوي، جامد قوي. برافو، قصدي جامد تقيل قوي. يعني مش تقيل بالقيمه الفنيه. لا هو جامد قوي يعني ابضاي، صح. يعني ابضاي. وهيدي كانت شهاده بعتز فيها من ممثل عملاق وانا كنت بحبه، وممثل الاستاذ عادل امام. وكانت تجربه جيده كثير، استفدنا منها لما تلاقينا، وضليت فتره على تواصل انا وياه. بعدين صار فينا انشغلنا، وهو شوي كان مضغوط، كنت صرت احكي مع ابنه. وبعدين تمنينا انه نتلاقى مره ثانيه. انا بالدبلجه في كثير ناس يمكن ما بيعرفوا غرامي الكرتون، فانا صار لي اكثر من 27 سنه بدبلج رسوم متحركه، دراما، دوكيومنتير وثائقي، وعندي اكثر من 30 لل 35 الف ساعه موزعة على كافة أقطار العالم. هي واو. إضافة للمسرح، إضافة للسينما، للتلفزيون، للموسيقى، للغناء، الدبلجة. طيب سعد، يعني انا ذكرت السنافر وستيفن البطل، هو في اكثر من عمل درامي، بالسنافر فايكنج، اي كاركتر كنت اخذ؟ السنافر أنا كنت آخذ شو اسمه؟ المرشد تبعهم الدقنه طويل كتير اللي بيضل الكبير، معه، ايه ايه يعني بابا سنفور. بابا سنفور، مظبوط. ومرة بعدك تتذكر صوته؟ مرة أخذت أحد السنافر، مرة أخذت صوته، ايه طبعا، ايه طيب أيها السنافر، أيها السنافر ادخلي، هناك شرحبيل، شرحبيل يهجم علينا، ادخلي هيا هيا. طيب سعد، بما انه نحن هلا بالاجواء، اذا بدي اقول لك احكيني بشخصية سنفور غضبان. ايه انا سنفور غضبان، بابا سنفور، بابا سنفور، انه يجب علينا شرحبيل، لقد دخل الى القرية، ماذا نفعل؟ وسنفور حربوه، تعرف لان في كثير عندنا حرابيق بالبلد ايه طبعا. بيحاربونا هيك على صبيعهم. في سنفور، انتم هنا ايتها السنافر، ها لقد قبضت عليكم، لا يجب ان تهربوا من هذه الغابة، سألقنكم درسا. بس قد ايه بدها قوة وقدرة بالصوت، حتى يعني في تكنيك وفي فن حتى ما تجرح زلاعيمك وتجرح صوتك او طار صوتك. مرة
اول شيء هي الدوبلاج اللي كثير ناس ما بيعرفوا كيف اسرارها، هي حرفه يتعلمها الشخص، لا يتقنها لازم يكون عنده شغلتين. اول شيء لغته العربيه لازم تكون سليمه، عنده المام باللغه العربيه وسريع القراءه، يعني لازم هو عم بيطلع بالورقه وعم بيطلع بالشاشه، مجرد ما يطلع بالورقه ويشيل نظره عن الورقه ويطلع بالشاشه لازم يكون شايل ثلاث اربع كلمات على السريع. هالقد ايه يعني مثلا انا اريد ان اذهب الى المنزل ولا اريد ان اقوم بهذه الاعمال لانها اعمال صعبه جدا، يعني عم طلع فيك وعم اقول ثلاث اربع كلمات موجودين كانوا على الورقه مثلا. ف حلو حلو وبالاضافه لان بدك تكون ملم شوي بالقواعد العربيه، لانه تشكيل استاذ اللغه بضل قاعد على جنبك، تغلط اي غلطه انت عم تقرا بسرعه دغري بيوقفك وبترجع بتعيد. ولازم في فرق بين المدبلج والمدبلج الممثل. اها ممثل بدبلج افضل من البدبلج بدبلج، لانه اللي بيمثل هو عم بدبلج يعيش بيأدي الشخصية. بيفعل مع الشخصية، بصير يأديها أكثر، بصير يمثلها أكثر، لدرجة نحن بنمثل بس نقرأ الباراجراف الجملة بنعرف كيف لازم تتمثل من أولى دغري، فما بنسمع الممثل الأساسي كيف بيأديها نعم دغري من يعني أولى. نعم يعني هون أهمية الممثل إنه يلعب هيدا الدور، وبصوته كمان يقدر يعني يتحكم، ولأن في يعني ثواني بتفرق بالنسبة لللبسينج، صح حتى لو كرتون يعني كمان في مشهد عم يمرق في إفيات موسيقى، فبتشتغلوا يعني على المزور صح؟ الكرتون متعب اكثر لانه نعم بده تعدد بالصوت نعم وبدك تغير بصوتك كذا مره، حنجرتك بتتعب، يعني اللي بكون قد ايه بتتسلوا سعد حمدان بدوبلاج الرسوم المتحركة؟ نعم قد ايه كنتوا تتسلوا؟ كان يصير في معكم هيك مواقف كوميك؟ ايه كانت كثير، كان مرة عم نلعب بمسلسل كله اسماء حيوانات، يعني ايه واحد ديك واحد دجاجة واحد سوري يعني واحد حمار واحد دور كلب، فبس يجي دوره يا حمار دورك يا كلب دورك. منيحة منيحة سعد. بصير شغلات جوا. هلا طريقة تسجيل الدوبلاج اختلفت عن الأول. بالأول كنا نروح نقعد من 9 الصبح للستة ونفوت 5 أشخاص 6 أشخاص على الاستديو في 6 ميكروفونات، نعم نصير نأدي نحن حد بعض، يعني واحد هون واحد هون واحد هون، إذا واحد غلط بده الثاني يعيد كرمال هذا غلط. هلا لا هلا صار فيك الكمبيوتر، صار فيك بيقدر بفوت كل واحد ياخذ صوته على حدة. كل واحد لحاله بفوت بيعمل شغله، طبعا اريح هيك، بس ما عاد فيها لذه مثل الاول، ما عاد فيها سلاسه، ما عاد فيها جمال. سعد خليني هيك اقرا شوية تعليقات. رافق اللي لي عسل جدا وانبسطت، وعم تسألك ايمتى بدك تكون بمصر يا قمر، هيك يعني كان السؤال. بمصر قريبا ان شاء الله، كنا عم نحكي بهذا الموضوع بس ثاقبت ظروف الكورونا والوضع الامن الغير مستقر فاجل هذا الموضوع. كمان بدنا نسلم على جوزيف غريب الغني عن التعريف، يعني اي جوزيف مزين المشاهير واللي كان اخذ باله على الصبوحة الله يرحمها. فتحية حياتي لك جوزيف، كمان حدا عم بيقول لك فنان متألق دايما ما شاء الله موهوب. رامية طعمي بتقول شفت سعد، يعني في حدا بعت لي برايفت مسج عم بيقول لي سعد حمدان طيب بيمثل بس ما بنعرف عنه قصص كثيره، بيغني ليه؟ قلت له ايه، ما حضرته ضيوف المشاهير؟ قال لي لا. قلت له حقك، لان مرق حلقه واحده لمعتر وطار من اول حلقه، علما انه كان كفوق اكثر من غيره، بس ما بعرف ليه تم اختياره على اي اساس. بس عفوا على الـ على الـ على التعبير، هل كمالة عدد ليكملوا العدد ولا تيستفيدوا من حضوره ومن شخصيته كفنان، لانه هو مشهور وعنده جمهور وبالتالي يستفيدوا من صوته الحلو؟ ما عليك، في ناس عم تزيزق لنا على راسنا
وكانوا مفكرين حالهم مهضومين، بس نحن انا شخصيا استثقلت دمهم. لك اول شيء انا بشكر كل انسان عم يكتب كومنت، يمكن ما فينا نقراهم كلهم، نرجع بعدين نقراهم بعدين، واذا انت كمان بتساعدني بقراءتهم انا عم شوفهم من شوي لشوي بنعطيهم حقهم للجميع. انا بكل المقابلات اللي بطلعها اتعمد انه بين انه انا كمان عندي حرفه الغناء. نعم. اغلبيه الجمهور صار بيعرف انه انا بغني وبمثل، ومشاركتي بضيو المشاهير يعني مثل ما بقولوا رب ضارة نافعة. هلا كان يعني هلا سمعت أخبار كتير من داخل المحطة. أنا بكن لهم كل احترام لتلفزيون الام تي في وستاف الديو المشاهير. أنا اللي صار معي شغل بموضوع التصويت. يعني أنا أول شيء أنا كنت عم مثل جمعية الشبيبة المسيحية للخدمة. نعم. وقصدت تكون جمعية الشبيبة المسيحية توصل رسالة وطنية، لأنه أنا هيدي أخلاقي، هيدا هو لبنان. هن جماعة عندهم عالم كتير بكندا وباستراليا وبفرنسا وبامريكا وبهون، بقى كانوا عم بيصوتوا، بدقوا لي نهار الثلاثاء بيقولوا لي الاثنين والثلاثاء عم نصوت وبعد السكور عندك ريت واقف على 5%. قلت لهم خليني دق شوف. دقيت انا وحكيت معهم بالام تي في، قالوا لي السيستم بعده جديد، رح نحاول نظبط الموضوع. رجعت اربعة خميس، رجعوا دقوا لي اللي عم بيصوتوا، قالوا لي عم نصوت بعده الريت واقف على 5%. استغربت انا انه اثنين وثلاثه واربعه وخميس واقف على 5%، ما بيزيد 1% مثلا. رجعت دقيت انا، قالوا لي بعد ما زبط السيستم، هلا بنشوف شو بنعمل. الجمعه بيجيني تليفون انه ليه زعلان ليه كذا. قلت له انا ماني زعلان يعني، بس انه في ناس عم بيقولوا لي ما عم بيقدروا يصوتوا والسيستم ما بيفتح معهم بسهولة يعني، فعذاب بفتح السيستم وعذاب بموضوع التصويت. قال بس في غيرك 3%، انت 5%، يعني لازم تكون مبسوط. قلت له ان شاء الله غيري بكون 100%، انا ما بزعل، بس انه ما بيطلع واحد سكور. قالوا لي رح نعمل سكور صفر هلا كرمال ما حدا يعرف شو اجى. قلت لهم بس نحن حقنا كمشتركين، نحن مقدمين صوتنا، لازم نعرف قديش المشارك بياخد اصوات يعني. وبعدين صار اللي صار، ثالث حلقه انا يمكن طلعت. خروجي يعني صار تعرض البروجرام لانتكاسه كبيره، لانه اللي وجهوا النقد هن اهل اختصاص بالكونسرفاتوار الوطني. كان في تضامن كثير كبير معك صح، على الفيسبوك على تويتر، يعني انا تبعتهم وحكيتك برايفت لك، قلت لك سعد كثار عم بيتضامنوا معك، رد عليهم، لان هيدا الجمهور انت يعني مفروض تكون على تواصل دايم انت وياه، هيدا داعم لك. صحيح. فهيدا اللي صار. ما يعني اكيد انزعجت، ولكن بعتبر انه هيدا نصيب، انما هيدي تجربه ما لن اكررها بعد مرتين الا ما تكون مدروسه يعني. طيب سعد، طالما عم نحكي عن الاغاني وبدنا نحكي بالبرومو، قلنا ضيف الي قالوا ليحكي عن شيء كثار، سالوني كيف بتقول هيك بالدعايه ليحكي عن شيء، قلت لهم شيء هي عنوان غنيته الجديده، اول غنيه بتحمل توقيع سعد حمدان غناء وتلحينا كمان. صح. العود حاضر حدك؟ لا يا صديقي، ما نحن اثنين قاعدين نحن، ما لانه وعدناهم وانت كمان على البوست انه في مغنى وفي حكي وفي يعني صحيح هضامي. هيدي الاغنيه من كلمات استاذ جان سمراني، توزيع الاستاذ والمايسترو احسان المنذر، تسجيل وتوزيع وماسترينج، عزف لي الصول والبزء وشارك باللحن استاذ روجيه معتا. هي بتقول كل ما جينا نعمل شي ما
بصير بهالبلد شي، كل ما جينا نعم نجي. بصير بهالبلد شي، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتولع بالسحاب، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتولع بالسحاب، ساعة نسمع بيانات وقصة بعد مشيت. هيدا العياش لم أرى، هيدا ما عنده شرف، هيدا العياش لم أرى، هيدا ما عنده شرف، هيدا الخاسر مرض، هيدا عناه بمشي، كل ما جينا نعمل شي، بصير بهالبلد شي. نحن كنا ملوك الشعر، أول عالم نعم الفن، نحن كنا ملوك الشعر، أول عالم نعم الفن، حرب مستقبلنا حرب، صرنا خليفانين نمشي، كل ما جينا نعمل شي، بصير بهالبلد شي، كل ما جينا نعمل شي، بصير بهالبلد شي، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتولع بالسحاب، ساعة بنسمع بيانات والقصة بعد مشي، كل ما جينا. سلم هالتم، مبروك سعد. يعني مثل ما كنا عم تابع اصداء الغنيه كثير ايجابي، وقلت لي بشكل سريع انحفظت وكنت باكثر من مطرح غنيتها، يعني وتفاعلوا الناس معها بشكل، وحكيتك ورح ارجع اقول اللحن يعني كمل الكلام، اللحن اللي هو يعني من الحانك، في مقامات حلوه كثير، في موسيقى هيك من التخت الشرقي، مع انه هلا سمعناها عزبا على العود، اللي بيسمعها فيديو كليب وبيشوفها مسجل بيعرف عن شو عم بحكي، اعطيت قيمه للعمل كله سوا. نعم يعني صحيح، هيدي الموسيقى اللي هي لغه بنفهمها كلنا سوا، حتى لو مش حافظين كلمات الاغاني من دندنا وبيعلق الميلودي براسنا. فتحيه لك سعد ك يعني صاحب الاغنيه صوتا والحانا. حبيبي شكرا شكرا. قصدت انا قصدت تكون سلسه بالموسيقى وتحديدا بصوت البزق، لانه عم ينفقد بكثير اغاني، فقصدت يكون النفس الشرقي فيها للاغنيه، والحمد لله عملت نتيجه. هلا عم حضر شيء جديد اقوى من هاي بعتقد، بس موضوع تاني بعدنا عم نشتغلها عم ندرسها، ان شاء الله قريبا قريبا يعني بنبلش بتلحينا. يلا ان شاء الله خير يا سعد. ليلي من مصر يعني رح تموت، بدها تسلم عليك وبدها تحكي معك، بتقول احلى صوت سعد حمدان، انا عايز اقدم تهنئه على الاغنيه الجميله دي. ميرسي. انا عايز اتكلم مع سعد يا اختي، ما نقدرش تتكلمي مع سعد لان انستغرام انا وياه بس، انت بتحطي كومنتات وانا بوصل لك سلاماتك. سعد رح اسمعك عم بتغني، بس لان مرقنا على شيء وقفيناه، بس تنقول قد ايه بارشيف سعد حمدان، وهودي يعني اذا بدك مختصر، لان اذا بدي اخذ الاسامي كلها ما بخلص. عد كنت عم اقول انه لازم اعطيك حقك وقول قد ايه عندك اعمال بالدراما بالتلفزيون، فرقه ناجي العطا الله اللي فيها عادل امام، رياح الثوره، ديو الغرام، غنوجه بيا، مسلسل وسينما، عين الجوزة، ماتر ندى،
مالح يا بحر بتصور يعني مالح يا بحر ما في مين ما حضره صح. وانعجب بهالمسلسل، كان اول انتاج لبناني بعد فتره سنوات الحرب على شاشه الاو تي في باول انطلاقتها، وكنت انت مع هيدا العود عم بتدندن مظبوط. ومن فتره عيدوه على ال بي سي كمان رجعنا حضرناه لان مسلسل بيبقى مظبوط مظبوط. عز الدين القسام خليت ورد اللي كنت عم تحكي عنه، القناع صح. الى جانب المخرج والممثل جورج شلهوب، نعم بالدبلجه قلنا افلام كرتونيه سينما، اميره الروم على الخط، دخان بلا نار، وغنوج الدية يعني، صح. ومسرح اكيد، ولعبت يعني بالفصحى بالدارج، لعبت اذا بدك يعني في جانب سياسي شفناك ب صح يعني مسلسلات اعمال فيها مقاومه فيها العدو صح الاسرائيلي، في صح كثير من الشخصيات كنت قد وقدود سعد حمدان، بس ما بعرف سبحانك يا الله، بس نقول سعد حمدان بنقول عدنان. هيدا في بيزعلك ولا بيبسطك سعد لا، صراحه؟ انا بالعكس، انا سعيد فخور، يعني سعيد باللي وصلت له، و يعني احد احلام الفنان لما بيكون بهذه المهنه انه يترك بصمه بشغله. انا تركت بصمه من خلال عدنان. اليوم كون انا وزملاء اللي بيشوفوهم النجوم، بيشوفوهم الناس اللي ممثلين اصحابنا، بيقولوا فلان الفلاني بيمثل، فلان الفلاني بيمثل، ايه فلان، بس يشوفوني دغري بيقولوا عدنان. يعني هونيك بيحاولوا يتحذروا بشو مثل فلان، بشو مثل، انا دغري بيسيبوني بعدنان. فبالعكس ما بكون زعلان، واكثر شيء بكون سعيد لما بيشوفوني وبشوف الفرحه على وجههم، يعني البسمه بيقولوا لي بس نشوفك بنضحك، وبكون كتر خير الله الحمد سعد لله. شفتك مسكت العود رح تغني لنا، بس من بعد الغنى بدي احكي عن شخصيه عدنان، شو مستقبلها؟ يعني كان صح في مشروع انه تكون هي البطله بامها وابوها، وهون بتذكر من حلقتين استقبلت من بلجيكا زميلتك وصديقتنا ميراي بانوسيان، كمان شخصيه ام طعان طبعت كثير، هي بتقول انه ام طعان اخذت حقها، وسالتها نفس السؤال بتقولي لا بالعكس ام طعان عملت لي الشهره، بس انا كمان ممثله، انا دارسه خريجه معهد الفنون، عندي مقدرة، ما بدي بس ضل بشخصية أم طعان، علما أنه قالت لي إذا بيتقدم لي شيء لا أم طعان يعني مرسوم لإلي عمل كتير كبير أكيد ما راح تقول لا، بدها تحطه بإطار جديد، إنما كمان اليوم شفناها عم تفوت بأعمال درامية بمسلسلات برداني أنا وغيرها، بأفلام سينما زفافيان وغيرهم، يعني قد إيه أوقات الناس بتحسدكم على نجاحكم سعد حمدان، قد إيه شخصيات بتعلم إلى الى 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 ما بعد 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 غنوش دبي، بس بيظهر انه تاذيكم بمطرح من المطارح. ما هذا اللي كنت عم بقوله، الله يطول بعمر استاذنا الكبير استاذ صلاح تيزاني ابو سليم، نعم واسعد وفهمان، هاو فهمان الله ممثلين، يرحمه. ايه الله يرحمه، هاو ممثلين، الناس للاسف ما بقى تتقبلهم الا ابو سليم ابو سليم، صحيح اسعد اسعد. ما بدي انا اوصل لهيدي المرحله، مع احترامي لهم وتقديري لفنهم، ما حدا يفهمني غلط، ولكن ما حدا يأسرنا بشخصيه عدنان. بالنهايه انا ممثل بلعب كل الادوار، الحسن الجيد اللي فيي انه بصيب صح، يعني اذا بينعرض علي عمل كوميدي بقرا صح، انعرض علي عمل دراما بقرا صح، ترجم صح. فمش بالضروره لازم يكون واحد انه اذا انعرض عليه عمل لازم يكون هون فاشل ما بيعرف يمثل بالدراما، او فاشل ما بيعرف يمثل بالكوميدي. نسبه كبيره من اللي بيشتغلوا الكوميدي بيقدروا يلعبوا دراما، ونسبه كبيره من اللي بيلعبوا دراما ما بيقدروا يلعبوا كوميدي، صحيح يعني صحيح، تختلف أداء مختلف، أداء مختلف طبعا. فهلا نحن بننبسط انه عم نترك هالاثر هيدا عند الناس، ولكن بنتمنى انه الناس ما تأسرنا بهذا العمل، يعني بس يشوفونا كممثلين كفنانين. هلا كعدنان او كميراي بام طعان او حدا تاني، بالنهايه هودي كل الممثلين تمرق شخصيه بحياتهم بتكون مميزه، تضرب بتعلم عند الناس، بيحفظوها الناس، على الفنان انه يرجع يجتهد ليعمل شيء تاني
يرجع يرسخ براس الناس. انا بعد عدنان عملت ماتر ندى مثلا، صحيح صحيح. رجع علق براس الناس يعني، وبعدين كفيت دراما، ما عدت عملت شيء طبيعي. طيب رح نحكي عن شخصية عدنان، كان في مشروع يمكن يعني لترجع تحكي عن جديد شخصية عدنان، بنشوف وين صار. خلينا نسلم على سالي مصطفى، على هنادي، على ايدي حكيم، على أدال غريزي، على محمد، على رائد، على ندى، يعني كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا، عم بيعملوا لنا ويب، عم بيقولوا هاي، عم بيسلموا عليك سعد حمدان، مبسوطين الله كثير يسلمهم. اكيد وضحكوا كثير لما قلدتهم. يعني في حدا عم بيقول إنه ما كنا نعرف إنه هو صوته بالدوبلاج، فيعني انبسطوا بهيدي الفقرة. هلا شو بدك تسمعنا؟ القط العود، شو بدك تغني لنا؟ بعرفك بتحب فيروز، ومرة قلت لي بتحب ليلي بترجع يا ليل. الله راح اقول لك هيك شيء منها. ليلي ترجع يا ليل وتسأل عن الناس وتسقيهم يا ليل، الواحد من كاس قبلك شي ليلي يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل، لك لا 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 بطلوعي بكوني غزلوني على صوت العود، غني وغنوني يا ليلي العينين السود، بطلوعي بكوني غزلوني على صوت العود، جني يغنوني، قلت لك خبيني بقلبك ونسيني، قلت لك خبيني بقلبك ونسيني، يا زهري الأغاط الفتح هالميلوها الميل، قبلك شي ليلي يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل، لا 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 أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه، مرقوا الخيال على الخيل تركوني وراحوا، أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه، مرقوا الخيال على الخيل تركوني وراحوا، ندهت لهم لو تفوا لارتاحوا، معهم حبيبي بسمعني بعيد وبعده الخيل، قبلك شي ليل يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل. سعد حمدان، انا رح زقف لك على قد ما بعثوا لك زقفات على الانستا. ميرسي، والله شكرا. اجمل صوت واجمل فنان بالعالم. ريتا رزوق بتقول لك هلو، انفرح ابي طايع، رانيا بتقول لك شو هالصوت الرائع، فرح ابي طايع بتسلم عليك بتقول لك بتحبك كثير، انا الله كمان يخليك. بسلم عليهم. سولا راز بتقول يعني صوتك حلو، جان وبربرا كمان يعني بتعمل لك لايك، 2 3 4 5 شي 8 10 لايكات لك سعد حمدان، عارف اذا هيك كمل اغاني خيي، يلا يلا الحكي زهقوا الناس من الحكي، كمل اغاني وخاصه اذا كان صوت حلو.
بس خليني اسلم على كمان زميلنا بالان تي في جوني ابو حيدر، بقول لك هاي جوني، جود لك على كل شيء عم تعمله على التلفزيون. كمان خوله بنسلم عليك، بنسلم على زياد زاخم كمان، ايدي حكيم سلمنا عليكم، لكل الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا ميرسي كثير. كمان جيمي قسطنطين بزقف لك سعد وبقول لك سلم هالصوت الحلو. ومن مصر كمان، يعني مصر اليوم ام الدنيا حاضره معنا بقوه. سعد هلا منغني له شيء كمان لورده. الله الله. طيب سعد، يعني بتعرف خلينا نخفف شوي اسئله، بس ضروري يعني نحكي اشياء نعطيك حقك شوي بالمقابله. ريت انه كان في عمل جديد رح تخصص فيه لعدنان، ويكون اذا بدك هيدا هو يعني عوده لعدنان، بنفس الوقت بنحط النقاط على الحروف فيه، صح؟ كان في بروجرام اسمه كافيه عدنان، مشروع كافيه عدنان هو مثل قهوه وبتم فيها عرض سكتشات خاصة بعدنان. كان عم نتحضر لهذا الموضوع، اجت الثورة واجا يعني بعدين اجا موضوع الكورونا واخر شوي هذا المشروع. هلا حاليا في استعضنا عن هذا المشروع بعمل جديد ان الله راد، عمل عربي ضخم مع شركة جديدة اسمها سانا برودكشن، بضم ممثلين من سوريا ولبنان بإدارة المخرج مصطفى سليم. سانا برودكشن شركة جديدة ولكن راح يكون لها شأن بعالم الدراما قريبا بتسمعوا فيها، وراح يكون في أكيد مؤتمر صحافي لإطلاق أول عمل بوجود الفنانين واحتفاء بانطلاق اول عمل لشركه سانا. عظيم، بنقول لك الف مبروك فائزا. ثانك يو شكرا. سعد كمان راميا، اول شيء بيتر سمراني بزقف لك. راميا طعمي بتقول شكرا لانك عم تذكر ناس بالبزو اجمل انواع الالات الموسيقيه. وما عصفك هلا على العود. بتعرف سعد قديش نحن بنتمدن اوقات في اشياء هيك تراثيه، من اذا بدك الدقه القديمه، خليني اقول لك بس نسمع عم نرجع هيك بتنغنش فينا، يعني كأنه ما بنطلع من شرقيتنا، ما بنطلع من تراثنا، ما بنطلع. قد ما تطورنا، قد ما صرنا نلبس الجينز وكونفرس والبدكة بنتعطر بأفنان أجنبي، بس هيك نسمع بزق من جايرة ولك طبلة طبل. مزبوط ولا لا؟ مزبوط، لأنه هاودي هني الأدوات اللي بتكمل التخت الشرقي. وكان القانون، الناي، الكمان، الرق، الطبلة، العود، البزق بيدخل بعد هاو بس، ولكن التخت الشرقي يلي هو بشبع، يلي هو بحسسك بشرقية الأغنية، ما فيها هالموسيقى مثل ما بيقولوا البانراب، يعني نص هيك ونص هيك ما فيش من هاودي بس الايقاع الشرقي الحلو يلي بتنبسط فيه. نحن معروفين بغنائنا الشرقي انه نحن عاطفيين، فلما بنغني بغني باحساس، بعكس بعض الاغاني الاجنبيه يلي كلها بيت وصريخ وهيك. صحيح سعد، يعني حدا عم بيقول لك مبروك سعد، الله يوفقك. رودولف بنقول لك مساء الخير. راميا قولوا لي من وين، لان ما بتكهن، لان عم تقول ان شاء الله تمثلوا عنا، كثير مسلسلات انعملت عنا بس ما عرفت وين عندهم. يعني سعد اليوم في مشروع لإلك انك ترجع تعيد اعمال فنانين عمالقه باغاني كثير ضربت، بتجمعهم بسدي واحد وتحط صوتك عليهم. كمان كورونا اخر هيدا المشروع، صح؟ يعني ما نطرت، انا انجزت منه 80%. هو عمل مكلف، عم برجع بغني بعيد. لا مارلين سلهب، سالو، يلا بكره حلقه جديده بيوم جديد. سعد والله يا صديقي ما بعرف شو عم بيصير اليوم. مش الحال هلا، يمكن مش الحال هلا. منيح عم شوفك. ايه منيح، رجعت شغلت هذا الفور جي، الله بهدلونا.
عجبك؟ ما بعدنا عم خبرهم انه يا محلى الزلحفه اسرع من الفور جي، ايه لا والله واي ايه فاي والله. مرتاحين ولا فور جي مرتاحين. انا عندي شو اسمه هيدا كيبل، ما عندي دي اس ال من الاوجيرو يعني، فرجعت شغلت الفور جي، ان شاء الله هلا احسن لا منيح يعني، بتمنى انه ما يقطش. الحمد ساعة لله. كنا عم نقول انه دور عدنان اللي اخذ سكسيه كثير بلبنان وبالعالم العربي، وهيدي نعم الشخصية اللي يعني كبار وصغار حتى بالمدارس صح بتصور المعلمات، يعني سمعنا كثير شكاوى انه عم بقلدوا عدنان. لما مارلين سلهب سالو، يلا بكره حلقة جديدة بيوم جديد. سعد يا والله يا خير صديقي ما بعرف شو عم ما بيصير اليوم. بيصير بعد، مش الحال هلا، يمكن مش الحال. هلا منيح عم شوفك. ايه منيح رجعت شغلت هذا الفور جي، الله بهدلونا. عجبك؟ ما بعدنا عم خبرهم انه يا محلى الزلحفه اسرع من الفور جي، ايه لا والله واي ايه فاي والله. مرتاحين ولا فور جي مرتاحين. انا عندي شو اسمه هذا كيبل، ما عندي دي اس ال من الاوجيرو يعني، فرجعت شغلت الفور جي، ان شاء الله هلا احسن لا منيح يعني، بتمنى انه ما يقطش. الحمد ساعة لله. كنا عم نقول انه دور عدنان اللي اخذ سكسيه كثير بلبنان وبالعالم العربي، وهيدي نعم الشخصية اللي يعني كبار وصغار حتى بالمدارس صح بتصور المعلمات، يعني سمعنا كثير شكاوى انه عم بقلدوا عدنان لما كانوا عم بيسمعوا خاصة بالصفوف الصغيرة. لا صدقني صارت بأكثر من مدرسة مظبوط عنا. مظبوط مظبوط كانت مظبوط هي يعني قد ايه انت ضحكت الناس، كانت رح تكون سبب بهيك حزنك وابتعادك عن الشاشة والأعمال الدرامية، بس الحمد لله. الحمد لله رجعنا عملنا دراما يعني، عملت فرقة ناجي عطا الله مع الأستاذ عادل إمام، عملت ديو الغرام، عملت القناع، عملت خلت وردي. ليك خليني عدهم عنك، لان انا عملت شويه ريسيرش عن اعمالك الدراميه واللي لفتني انه سينما ومسرح في اشياء ودبلجه اهم شيء، يعني بتصور في جيل ربي على صوتك بافلام كرتونيه مثل السنافر ستيفن البطل وغيرها من يعني الاعمال الكرتونيه اللي كنا نتاثر بشخصياتها ب يعني بالتلفزيون فرقه ناجي عطا الله. وكنت عم بحكي بالبدايه عن وقوفك امام الكبير عادل امام زعيم وهيك يعني اعطائك اذا بدك حقك، بيقول لك ده انت واد تقيل، مبين سالك اذا عندك شاغل مسرح قلت له ايه، قال لك ده باين قوي ده انت واد تقيل قوي قال لي ده انت ممثل جامد قوي جامد قوي. برافو، قصدي جامد تقيل قوي. يعني مش تقيل بالقيمة الفنية. لا هو جامد قوي يعني ابضاي، صح يعني ابضاي، وهيدي كانت شهاده بعتز فيها من ممثل عملاق وانا كنت بحبه، وممثل الاستاذ عادل امام، وكانت تجربه جيده كثير استفدنا منها لما تلاقينا، وضليت فتره على تواصل انا وياه، بعدين صار فينا انشغلنا وهو شوي كان مضغوط، كنت صرت احكي مع ابنه، وبعدين تمنينا انه نتلاقى مره ثانيه. انا بالدبلجه في كثير ناس يمكن ما بيعرفوا غرامي الكرتون، فانا صار لي اكثر من 27 سنه بدبلج رسوم متحركه، دراما، دوكيومنتير وثائقي، وعندي أكثر من 30 لل 35 ألف ساعة موزعة على كافة أقطار العالم. هي واو إضافة للمسرح، إضافة للسينما، للتلفزيون، للموسيقى، للغناء، الدبلجة. طيب سعد، يعني انا ذكرت السنافر وستيفن البطل، هو في اكثر من عمل درامي، بالسنافر فايكنج، اي كاركتر كنت اخذ؟ السنافر انا كنت اخذ شو اسمه المرشد تبعهم اللي دقنه طويل كثير اللي بيضل الكبير معه، ايه ايه يعني بابا سنفور. بابا سنفور مظبوط. ومره بعدك تتذكر صوته؟ مره اخذت احد السنافر، مره اخذت صوته، ايه طبعا ايه طيب ايوه السنافر،
ادخلي، هناك شرحبيل، شرحبيل يهجم علينا، ادخلي هيا هيا. طيب سعد، بما انه نحن هلا بالاجواء، اذا بدي اقول لك احكيني بشخصية سنفور غضبان. ايه انا سنفور غضبان. بابا سنفور، بابا سنفور، انه يجب علينا شرحبيل، لقد دخل الى القرية، ماذا نفعل؟ وسنفور حربوه، تعرف لان في كثير عندنا حرابيق بالبلد، ايه طبعا هنا هيك عصبيعهم. في سنفور. انتم هنا ايتها السنافر، لقد قبضت عليكم، لا يجب ان تهربوا من هذه الغابه، سألقنكم درسا. بس قد ايه بدها قوه وقدره بالصوت، حتى يعني في تكنيك وفي فن حتى ما تجرح زلعيمك وتجرح صوتك او طار صوتك. مره اول شيء هي الدوبلاج اللي كثير ناس ما بيعرفوا كيف اسرارها، هي حرفه يتعلمها الشخص، لا يتقنها لازم يكون عنده شغلتين. اول شيء لغته العربيه لازم تكون سليمه، عنده المام باللغه العربيه وسريع القراءه، يعني لازم هو عم بيطلع بالورقه وعم بيطلع بالشاشه، مجرد ما يطلع بالورقه ويشيل نظره عن الورقه ويطلع بالشاشه لازم يكون شايل ثلاث اربع كلمات على السريع. هالقد؟ ايه، يعني مثلا انا اريد ان اذهب الى المنزل ولا اريد ان اقوم بهذه الاعمال لانها اعمال صعبه جدا، يعني عم طلع فيك وعم قول ثلاث اربع كلمات موجودين كانوا على الورقه مثلا. وبالإضافة لأن بدك تكون ملم شوي بالقواعد العربية، لأنه تشكيل أستاذ اللغة بضل قاعد على جنبك، تغلط أي غلطة أنت عم تقرأ بسرعة دغري بيوقفك وبترجع بتعيد. ولازم في فرق بين المدبلج والمدبلج الممثل. أها. ممثل بدبلج أفضل من البدبلج بدبلج، لأنه اللي بيمثل هو عم بيدبلج بيأدي بيفعل مع الشخصية، بيصير يأديها أكثر، بيصير يمثلها أكثر، لدرجة نحن اللي بنمثل بس نقرأ الباراجراف الجملة بنعرف كيف لازم تتمثل من الأولى دغري، فما بنسمع الممثل الأساسي كيف بيأديها دغري من الأولى. نعم، يعني هون أهمية الممثل إنه يلعب هيدا الدور، وبصوته كمان يقدر يعني يتحكم، ولأن في يعني ثواني بتفرق بالنسبة لللبسينج، صح؟ حتى لو كرتون، يعني كمان في مشهد عم يمرق في إفيات موسيقى، فبتشتغلوا يعني على المزور، صح؟ الكرتون متعب أكثر لأنه بده تعدد بالصوت وبدك تغير بصوتك كذا مرة، حنجرتك بتتعب. يعني اللي بكون بتتسلوا سعد حمدان بدوبلاج الرسوم المتحركة؟ نعم. قد ايه كنتوا تتسلوا؟ كان يصير في معكم هيك مواقف كوميك؟ ايه كانت كثير، كان مرة عم نلعب بمسلسل كله أسماء حيوانات، يعني واحد ديك، واحد دجاجة، واحد سوري يعني واحد حمار، واحد دور كلب، فبس يجي دوره يا حمار دورك، كلب دورك. منيحة منيحة. بصير شغلات جوا. هلا طريقة تسجيل الدوبلاج اختلفت عن الأول. بالأول كنا نروح نقعد من 9 الصبح للستة ونفوت 5 أشخاص 6 أشخاص على الاستديو في 6 ميكروفونات. نعم. نصير نقدر نحن حد بعض، يعني واحد هون واحد هون واحد هون، إذا واحد غلط بده الثاني يعيد كرمال هذا غلط. هلا صار في الكمبيوتر، صار فيك بيفوت كل واحد ياخذ صوته على حدا، كل واحد لحاله بفوت بيعمل شغله، طبعا اريح هيك، بس ما عاد فيها لذه مثل الاول، ما عاد فيها سلاسه، ما عاد فيها جمال. سعد خليني هيك اقرا شوية تعليقات. رافق ليلي عسل جدا وانبسطت وعم تسالك ايمتى بدك تكون بمصر يا قمر، هيك يعني كان السؤال. بمصر قريبا ان شاء الله، كنا عم نحكي بهذا الموضوع بس ثاقبت ظروف الكورونا والوضع الامن الغير مستقر فاجل هذا الموضوع.
كمان بدنا نسلم على جوزيف غريب الغني عن التعريف، يعني جوزيف مزين المشاهير واللي كان اخذ باله على الصبوحة الله يرحمها. فتحية لك جوزيف. كمان حدا عم بيقول لك فنان متألق دايما ما شاء الله موهوب، راميا طعمي بتقول شفت سعد، يعني في حدا بعث لي برايفت مسج عم بيقول لي سعد حمدان طيب بيمثل بس ما بنعرف عنه قصص كثيره، بيغني ليه؟ قلت له ايه ما حضرته بضيوف المشاهير، قال لي لا، قلت له حقك لان مرق حلقه واحده لمعتر وطار من اول حلقه علما انه كان كفو اكثر من غيره، بس ما بعرف ليه تم اختياره على اي اساس، بس عفوا على الـ على الـ على التعبير، هل كمالت عدد ليكملوا العدد ولا تيستفيدوا من حضوره من شخصيته كفنان لانه هو مشهور وعنده جمهور وبالتالي يستفيدوا من صوته الحلو؟ ما عليك في ناس عم تزيزق لنا على راسنا وكانوا مفكرين حالهم مهضومين، بس نحن انا شخصيا استثقلت دمهم. لك اول شيء انا بشكر كل انسان عم يكتب كومنت، يمكن ما فينا نقراهم كلهم، نرجع بعدين نقراهم بعدين، واذا انت كمان بتساعدني بقراءتهم انا عم بشوفهم من شوي لشوي بنعطيهم حقهم للجميع. انا بكل المقابلات اللي بطلعها اتعمد انه بين انه انا كمان عندي حرفة الغناء. نعم. الاغلبية يعني اغلبية الجمهور صار بيعرف انه انا بغني وبمثل، ومشاركتي بديو المشاهير يعني مثل ما بقولوا رب ضارة نافعة. هلا كان يعني هلا سمعت اخبار كثير من داخل المحطه، انا بكل لهم كل احترام لتلفزيون الام تي بي وستاف الديو المشاهير. انا اللي صار معي شغل بموضوع التصويت، يعني انا اول شيء انا كنت عم مثل جمعيه الشبيبه المسيحيه للخدمه. نعم. وقصدت تكون جمعيه الشبيبه المسيحيه توصل رساله وطنيه، لانه انا هيدي اخلاقي، هيدا هو لبنان. هن جماعه عندهم عالم كثير بكندا وباستراليا وبفرنسا وبامريكا وبهون، بقى كانوا عم بيصوتوا بدقوا لي نهار الثلاثة بيقولوا لي الاثنين والثلاثة عم نصوت وبعد السكور عندك الريت واقف على 5%. قلت لهم خليني شوف، دقيت انا وحكيت معهم بالام تي في، قالوا لي السيستم بعده جديد رح نحاول نظبط الموضوع. رجعت اربعة خميس رجعوا دقوا لي اللي عم بيصوتوا قالوا لي عم نصوت بعده الريت واقف على 5%. استغربت انا انه اثنين وثلاثة واربعة وخميس واقف على 5%، ما بيزيد 1% مثلا. رجعت دقيت انا قالوا لي بعد ما زبط السيستم، هلا بنشوف شو بنعمل. الجمعة بيجيني تليفون انه ليه زعلان ليه كذا، قلت له انا ماني زعلان يعني، بس انه في ناس عم بيقولوا لي ما عم بيقدروا يصوتوا والسيستم ما بيفتح معهم بسهوله يعني، فعذاب بفتح السيستم وعذاب بموضوع التصويت. قال بس في غيرك 3% انت 5% يعني لازم تكون مبسوط. قلت له ان شاء الله غيري بكون 100%، انا ما بزعل بس انه ما بيطلع واحد سكور. قالوا لي رح نعمل سكور صفر هلا كرمال ما حدا يعرف شو اجى. قلت لهم بس نحن حقنا كمشتركين، نحن مقدمين صوتنا لازم نعرف قديش المشارك بياخذ اصوات يعني. وبعدين صار اللي صار، ثالث حلقه انا يمكن طلعت. خروجي يعني صار تعرض البروجرام لانتكاسه كبيره، لانه اللي وجهوا النقد هن اهل اختصاص بالكونسرفاتوار الوطني. كان في تضامن كثير كبير معك صح، على الفيسبوك على تويتر، يعني انا تبعتهم وحكيتك برايفت لك، قلت لك سعد كتار عم بيتضامنوا معك، رد عليهم لان هيدا الجمهور انت يعني مفروض تكون على تواصل دايم انت وياه، هيدا داعم لك. صحيح. فهيدا اللي صار. ما يعني اكيد انزعجت، ولكن بعتبر انه هيدا نصيب، انما هيدي تجربه ما لن اكررها بعد مرتين.
الا ما تكون مدروسه اكثر. طيب سعد، طالما عم نحكي عن الاغاني وبدنا نحكي بالبرومو، قلنا ضيف اللي قالوا ليحكي عن شيء، كثار سالوني كيف بتقول هيك بالدعايه ليحكي عن شيء، قلت لهم ايه شيء هي عنوان غنيته الجديده، اول غنية بتحمل توقيع سعد حمدان غناء وتلحينا كمان. صح العود حاضر حدك؟ لا يا صديقي، ما نحن اثنين قاعدين نحن، ما لانه وعدناه هون وانت كمان على البوست انه في مغنى وفي حكي وفي يعني صحيح هضامي. هيدي الاغنيه من كلمات استاذ جان سمراني، توزيع الاستاذ والمايسترو احسان المنذر، تسجيل وتوزيع وماسترينج عزف لي السولو والجزء وشارك باللحن استاذ روجيه ماتا. هي بتقول كل ما جينا نعم بيجي بصير بهالبلد شي، كل ما جينا نعم بيجي بصير بهالبلد شي، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتلعب السحاب، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتلعب السحاب، ساعة بنسمع بيانات وقصة بعد مشيت. هيدا العياش لم أره، هيدا ما عنده شرف، هيدا العياش لم أره، هيدا ما عنده شرف، هيدا الخاسر مرض، هيدا عناه بماشي، كل ما جينا نعمل شي بصير بهالبلد شي. نحن كنا ملوك الشعر أول عالم نعمل فن، نحن كنا ملوك الشعر أول عالم نعمل فن، حرف مستقبلنا حر، صرنا خليفان نمشي، كل ما جينا نعمل شي بصير بهالبلد شي، كل ما جينا نعمل شي بصير بهالبلد شي، ساعة بتسكر طرقان، ساعة بتلعب السحاب، ساعة بنسمع بيانات والقصة بعد ماشي، كل ما جينا سلم هالتم. مبروك سعد، يعني مثل ما كنا عم تابع اصداء الغنيه كثير ايجابي، وقلت لي بشكل سريع انحفظت وكنت باكثر من مطرح غنيتها، يعني وتفاعلوا الناس معها بشكل، وحكيتك ورح ارجع اقول اللحن يعني كمل الكلام، اللحن اللي هو يعني من الحانك في مقامات حلوه كثير، في موسيقى هيك من التخت الشرقي، مع انه هلا سمعناها غصبا على العود، اللي بيسمعها فيديو كليب وبيشوفها مسجل بيعرف عن شو عم بحكي، اعطيت قيمه للعمل كله سوا. نعم يعني هي صحيح. الموسيقى اللي هي لغه بنفهمها كلنا سوا، حتى لو مش حافظين كلمات الاغاني من دندنة وبيعلق الميلودي براسنا، فتحيه لك سعد ك يعني صاحب الاغنيه صوتا والحانا. حبيبي شكرا شكرا. قصدت انا قصدت تكون سلسه بالموسيقى وتحديدا بصوت البزق، لانه عم ينفقد بكثير اغاني، فقصدت يكون النفس الشرقي فيها للاغنيه، والحمد لله عملت نتيجه. هلا عم حضر شيء جديد اقوى من هاي بعتقد، بس موضوع تاني بعدنا عم نشتغلها عم ندرسها، ان شاء الله قريبا
قريبا يعني بنبلش بتلحينا. يلا ان شاء الله خير يا سعد. ليلي من مصر يعني راح تموت، بدها تسلم عليك وبدها تحكي معك، بتقول احلى صوت سعد حمدين. انا عايز اقدم تهنئه على الاغنيه الجميله دي. ميرسي. انا عايز اتكلم مع سعد يا اختي. ما نقدرش تتكلمي مع سعد لان انستغرام انا وياه بس، انت بتحطي كومنتات وانا بوصل لك سلاماتك. سعد رح اسمعك عم بتغني، بس لان مرقنا على شيء وقفيناه، بس تنقول قد ايه بارشيف سعد حمدان. وهودي يعني اذا بدك مختصر، لان اذا بدي اخذ الاسامي كلها ما بخلص عد. كنت عم بقول انه لازم اعطيك حقك وقول قد ايه عندك اعمال بالدراما بالتلفزيون، فرقة ناجي العطلة اللي فيها عادل الإمام، رياح الثورة، ديو الغرام، غنوجة بيا، مسلسل وسينما، عين الجوزة، ماتر ندى، مالح يا بحر، بتصور يعني مالح يا بحر ما في مين ما حضره. صح. والعجب بهالمسلسل كان أول إنتاج لبناني بعد فترة سنوات الحرب على شاشة الأو تي بي بأول انطلاقتها، وكنت أنت مع هيدا العود عم بتدندن. مظبوط. ومن فترة عيدوه على الال بي سي كمان، رجعنا حضرناه لأن مسلسل بيبقى مظبوط. عز الدين القسام، خليت ورد اللي كنت عم تحكي عنه، ألقيناه إلى جانب المخرج والممثل جورج شلهوب. نعم. بالدبلجة قلنا أفلام كرتونية، سينما، أميرة الروم على الخط، دخان بلا نار، وغنوجة بيا يعني. صح. ومسرح أكيد، ولعبت يعني بالفصحى بالدارج، لعبت إذا بدك يعني في جانب سياسي شفناك ب يعني مسلسلات اعمال فيها مقاومه، فيها العدو. صح. الاسرائيلي في. صح. كثير من الشخصيات كنت قد وقدود سعد حمدان، بس ما بعرف سبحانك الله، بس نقول سعد حمدان بنقول عدنان. هيدا في بيزعلك ولا بيبسطك سعد؟ لا انا بالعكس، انا سعيد فخور يعني سعيد باللي وصلت له، يعني احد احلام الفنان لما بيكون بهذه المهنه انه يترك بصمه بشغله. انا تركت بصمه من خلال عدنان، اليوم كون انا وزملاء اللي بيشوفوهم الجمهور، بيشوفوهم الناس اللي ممثلين اصحاب، بيقولوا فلان الفلاني بيمثل، فلان الفلاني بيمثل، ايه فلان، بس يشوفوني دغري بيقولوا عدنان، يعني هنيك بيحاولوا يتحذروا بشو مثل فلان، بشو مثل، انا دغري بيسيبوني بعدنان. فبالعكس ما بكون زعلان، واكثر شيء بكون سعيد لما بيشوفوني وبشوف الفرحه على وجههم، يعني البسمه بيقولوا لي بس نشوفك بنضحك، وبكون كتر خير الله. سعد شفتك مسكت العود، رح تغني لنا، بس من بعد الغنى بدي احكي عن شخصيه عدنان، شو مستقبلها، يعني كيف المشروع انه تكون هي البطله بامها وابوها. وهون بتذكر من حلقتين استقبلت من بلجيكا زميلتك وصديقتنا ميراي فانوسيان، كمان شخصيه ام طعان طبعت كثير. هي بتقول انه ام طعان اخذت حقها، وسالتها نفس السؤال، بتقول لا بالعكس ام طعان عملت لي الشهره، بس انا كمان ممثله، انا دارسه خريجه معهد الفنون، عندي مقدره، ما بدي بس ضل بشخصيه ام طعان، علما انه قالت لي اذا بيتقدم لي شيء لا ام طعان يعني مرسوم لإلي عمل كثير كبير، اكيد ما راح تقول لا، بدها تحطه باطار جديد. انما كمان اليوم شفناها عم تفوت باعمال دراميه، بمسلسلات، برداني انا وغيرها، بافلام سينما، زفافيان وغيرهم. يعني قد ايه اوقات الناس بتحسدكم على نجاحكم سعد حمدان، قد ايه شخصيات بتعلم الى 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 ما بعد 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 غنوجة بيا، بس بيظهر انه تأذيكم بمطرح من المطارح. ما هيدا اللي كنت عم بقوله، الله يطول بعمر استاذنا الكبير استاذ صلاح تيزاني ابو سليم. نعم. واسعد وفهمان، هاو ممثلين، الله يرحمه، ايه الله يرحمه، هاو ممثلين الناس للاسف ما بقى تتقبلهم الا ابو سليم ابو سليم، اسعد اسعد. ما بدي انا اوصل لهيدي المرحله، مع احترامي لهم وتقديري لفنهم، ما حدا يفهمني غلط، ولكن ما حدا يأسرنا بشخصيه عدنان. بالنهايه انا ممثل بلعب كل الادوار، الحسن الجيد اللي فيي انه بصيب صح، يعني اذا بينعرض علي عمل كوميدي بقرا صح، انعرض علي عمل دراما بقرا صح، ترجم صح.
فمش بالضروره لازم يكون واحد انه اذا عرض عليه عمل لازم يكون هون فاشل ما بيعرف يمثل بالدراما او فاشل ما بيعرف يمثل بالكوميدي. نسبه كبيره من اللي بيشتغلوا الكوميدي بيقدروا يلعبوا دراما، ونسبه كبيره من اللي بيلعبوا دراما ما بيقدروا يلعبوا كوميدي. صحيح تختلف الاداء مختلف، اداء مختلف طبعا. فهلا نحن بننبسط انه عم نترك هالاثر هيدا عند الناس، ولكن بنتمنى انه الناس ما تأسرنا بهذا العمل، بس يشوفونا كممثلين كفنانين. هلا كعدنان او كميراي بامطعان او حدا تاني، بالنهايه هودي كل الممثلين تمرق شخصيه بحياتهم بتكون مميزه، تضرب بتعلم عند الناس، بيحفظوها الناس، على الفنان انه يرجع يجتهد ليعمل شيء ثاني يرجع يرسخ براس الناس. انا بعد عدنان عملت ماتر ندى مثلا، صحيح رجع علق براس الناس يعني، وبعدين كفيت دراما ما عدت عمل شيء كوميدي. طيب رح نحكي عن شخصيه عدنان، كان في مشروع يمكن يعني لترجع تحيي عن جديد شخصيه عدنان، بنشوف وين صار. خلينا نسلم على سالي مصطفى، على هنادي، على ايدي حكيم، على أدال غريزي، على محمد، على رائد، على ندى، يعني كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا، عم بيعملوا لنا ويب، عم بيقولوا هاي، عم بيسلموا عليك سعد حمدان، مبسوطين، الله يسلمهم، وضحكوا كثير لما قلدتهم. يعني في حدا عم بيقول انه ما كنا نعرف انه هو صوته بالدوبلاج، فيعني انبسطوا بهيدي الفقرة. هلا شو بدك تسمعنا؟ القط العود، شو بدك تغني لنا؟ بعرفك بتحب فيروز، ومرة قلت لي بتحب ليلي بترجع يا ليلى. الله، رح اقول لك هيك شيء منها. ليلي ترجع يا ليلي وتسأل عن ناس وتسقيهم يا ليلي الواحد من كاس قبلك شي ليلي يا ليلي وانسانا يا ليلي يا ليلي غزلوني على صوت العود إني يغنوني قلت لك خبيني بقلبك ونسيني قلت لك خبيني بقلبك ونسيني يا زهري القطا تفتح هالبيلو هالميل قبلك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل 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 أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه مرقوا الخيال على الخيل تركوني وراحوا أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه مرقوا الخيال على الخيل تركوني وراحوا ندهت لهم راحوا لو اطفوا لارتاحوا معهم حبيبي ما سمعنا
معاكم بعد كل خير قبلك شي ليل يا ليل والسما يا ليل يا ليل. سعد حمدان انا رح زقف لك على قد ما بعثوا لك زقفات على الانستا. ميرسي شكرا. اجمل صوت واجمل فنان بالعالم ريتا رزوق بتقول لك هلو. فرح ابي طايع رانيا بتقول لك شو هالصوت الرائع. فرح ابي طايع بتسلم عليك بتقول لك بتحبك كثير. انا كمان بسلم عليهم. سولا راز بتقول يعني صوتك حلو. جان وبربره كمان يعني بتعمل لك لايك 2 3 4 5 شي 8 10 لايكات لك سعد حمدان. عارف اذا هي كمل اغاني خيي يلا يلا زهقوا الناس من الحكي كمل اغاني وخاصه اذا كان صوت حلو. بس خليني اسلم على كمان زميلنا بالان تي في جوني ابو حيدر بقول لك هاي جوني جود لك على كل شيء عم تعمله على التلفزيون. كمان خوله بنسلم عليك. منسلم على زياد زاخم كمان. ايدي حكايم سلمنا عليكم. لكل الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا ميرسي كثير. كمان جيمي قسطنطين بزقف لك سعد وبقول لك سلم هالصوت الحلو. ومن مصر كمان يعني مصر اليوم ام الدنيا حاضره معنا بقوه سعد. هلا منغني له شيء كمان لورده. الله الله. طيب سعد يعني بتعرف خلينا نخفف شوي اسئله بس ضروري يعني نحكي اشياء نعطيك حقك شوي بالمقابله. قريت انه كان في عمل جديد رح تخصص فيه لعدنان ويكون اذا بدك هيدا هو يعني عوده لعدنان بنفس الوقت بنحط النقاط على الحروف فيه صح؟ كان في بروجرام اسمه كافيه عدنان. مشروع كافيه عدنان هو مثل قهوه وبتم فيها عرض سكتشات خاصه بعدنان. كان عم نتحضر لهيدا الموضوع. اجت الثوره واجا يعني بعدين اجا موضوع الكورونا واخر شوي هيدا المشروع. هلا حاليا في استعضنا عن هيدا المشروع بعمل جديد ان الله راد. عمل عربي ضخم مع شركه جديده اسمها سنا برودكشن بضم ممثلين من سوريا ولبنان بإدارة المخرج مصطفى سليم. سانا برودكشن شركة جديدة ولكن راح يكون لها شأن بعالم الدراما قريبا بتسمعوا فيها. وراح يكون في أكيد مؤتمر صحافي لإطلاق أول عمل بوجود الفنان واحتفاء بانطلاق أول عمل لشركة سانا. عظيم نقول لك الف مبروك فائزا. ثانك يو شكرا. سعد كمان راميا اول شيء بيتر سمراني بزقف لك. راميا طعمي بتقول شكرا لانك عم تذكر ناس بالبزو اجمل انواع الالات الموسيقيه وما عصفك هلا على العود. بتعرف سعد قديش نحن بنتمدن اوقات في اشياء هيك تراثيه من اذا بدك الدقه القديمه خليني اقول لك بس نسمعها بنرجع هيك بتنغنش فينا يعني كانه ما بنطلع من شرقيتنا ما بنطلع من تراثنا ما بنطلع قد ما تطورنا قد ما صرنا نلبس الجينز وكونفرس والبدكي بنتعطر بعرفنا اجنبي بس هيك نسمع بزق من جيره ولك طبله طبل مزبوط. مزبوط ولا لا؟ مزبوط لانه هودي هن الادوات اللي بتكمل التخت الشرقي كان القانون الناي الكمان الرق الطبلة العود البزق بيدخل بعد هاو بعد هاو بس ولكن التخت الشرقي يلي هو بشبع يلي هو بحسسك بشرقية الأغنية ما فيها هالموسيقى مثل ما بيقولوا البانراب يعني نص هيك ونص هيك ما فيش من هاودي بس الايقاع الشرقي الحلو يلي بتنبسط فيه. نحن معروفين بغنائنا الشرقي انه نحن عاطفيين فلما بنغني بغني باحساس بعكس بعض الاغاني الاجنبيه يلي كلها بيت وصريخ وهيك.
صحيح. سعد يعني حدا عم بيقول لك مبروك سعد، الله يوفقك. رودولف بنقول لك مساء الخير. راميا قولوا لي من وين، لان ما بتكهن، لان عم تقول ان شاء الله تمثلوا عنا، كثير مسلسلات انعملت عنا بس ما عرفت وين عندهم. يعني سعد اليوم في مشروع لإلك انك ترجع تعيد اعمال فنانين عمالقه باغاني كثير ضربت، بتجمعهم بسيدي واحد وتحط صوتك عليهم. كمان كورونا اخر هيدا المشروع، صح؟ يعني ما نطرت، انا انجزت منه 80%. هو عمل مكلف، عم برجع بغني بعيد لكارم محمود، لمحمد عبد المطلب. لمحمد عبد المطلب اخذت منه اغنيه اسال مره علي، اسال مره علي غلاوتك فين او شيء، ما بعرف هيك. ايه ايه، ما لك كيف مقطع منها ذكر الناس فيها. اسال مره علي قول لي غلاوتك ليه، اسال مرة عليا قولي قساوتك ليه، أنا فديك بعينيا وأكتر منهم إيه. اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة، أنا يلا لا 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 لا. انت الكلمة الحلوة وعيونك معنيها، وانت جمالك غنوة قلبي تغنيها، وانت عليك فعليا قولي قساوتك ليه، وانت عليك فعليا قولي قساوتك ليه، أنا بيك بعناية وأكثر منهم إيه. اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة. الله 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 عليك. سلم هتم. يعني هيدي تحية لبصر، بس ما رح نروح نسمع منك وردة، وعدتنا فيها. يلا يلا. طيب. يلا هلا. لحظة لحظة بس خليني أكمل هيدا الموضوع. سألتك يعني رح ترجع تعيد بصوتك أغاني فنانين ذكرت أسماء سمعنا منك هلا، شي مرة بينعرض عليك أو ممكن تطرح فكرة على أحد المنتجين يعني تمثل دور شخصية فنان يعني حيكون راحل، لأن طالما هو على قيد الحياة ما بتصور إنه حيقبل، باستثناء الشحرورة بعتقد يمكن عملوا المسلسل وهي بعدها على قيد الحياة، في عمل من هالنوع طالما عندك تمتلك كل المقومات، صوت وعزف على العود ومطلع على الموسيقى الشرقية العربية؟ هالنوع من الأعمال مكلف جدا، المنتج اليوم بفكر بالربح السريع وبفكر يعمل يعني تخيل مثلا بيكون المنتج صار بيطلب من الكاتب انه بدل ما يكون في اربع حصنه بمشهد عملوا حصانين، بدل ما يكون ثمانيه كومبارس يكونوا ثلاثه، بدل ما تكون السياره عم بدها تفوت بعمود الكهرباء وتتكسر لوب الكاميرا انه فاتت بالعمود. اوكي. تخيل يعني لا. فانت لتيجي تعمل وتسجل وتوزع من جديد اغاني لفنان معروف وراحل يعني مكلف، فبفضلوا هن الربح السريع، بيعملوا العمل اللي بيكلف مثلا نص مليون دولار، 600 الف 700 الف هون. هلا ممكن يمكن اليوم حتى اعمال الدراما عم تتجه الى الاعمال التجاريه، يا ريت كرمال الريتنج والسبق، خاصه السبق الرمضاني من سنه لسنه. سعد خليني اسلم على احمد ظاهر، بيقول انا عم الفنان احمد ظاهر ابو طارق الفنان جوهر، بنسلم عليك وشكرا لانك عم بتكون معنا، برنامج حلو كتير، حرام ما يكون
على شاشة التلفزيون. يلا بركي هيك مننقل. بتعرف هون منكون اخدين راحتنا اكتر على التلفزيون، بيبقى في كادر اسرنا. تعي تعي تعي، بدي اعرفك على شخص. تعي اربس خلي يشوفك هون. هيدي امي. لك تسلميلي، يسعد مساكي. عدنان يا عمي. يعني وجهة بي يا امي. يعني انا لما بشوفك جيتي على الشاشة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بتسلم عليكم اولغا. اولغا امي. الله يخلي لك اياها. الام غالي. الام غالي. ولا اولغا فزادك جيتي تعتا بوزيك. دوري لي المروحة حتى ناقص. بس ما كثير علي. شفت يعني اليوم عم بتقلي عندك حلقه، قلت لها ايه. قالت لي مين؟ قلت اذا سوري يا سعد ما تزعل مني، قلت اذا بدي اقول لها سعد حمدان بدي يصير فسر لها مين. قلت لها امي اللي بيلعب شخصيه عدنان بغنوجه بيا. يي هذا اللي بيحكي على البراده. قلت لها ايه. عرفت؟ قالت لي ايه ايه عرفته. كنت عم بقول شغله قبل هلا ما نسمع الغنيه. كنت عم بقول شغله على شخصيه عدنان بهذا الوضع، كلنا هيك ستريسي عدنان. قلت انا اذا بيطلع بوجهي حدا عن جد بالحياه عدنان يمكن بضربه، مع انه نحن بندعي للتروي والهدوء ومنكون كثير انفعاليين. مظبوط. بس ما بعرف قد ايه قادرين نتحمل نيال قلبه اللي بيكون شخصيته مثل شخصيه عدنان على البراده. مظبوط مظبوط. انت طبعا كيف بهذا الوضع، بهذا الوضع بدهم حدا مثل عدنان تيكون بارد ليقدر يعيش ولا بيموت دغري. ما هيك ما هيك طبعاً. انت طبعا بالحياه يعني ظبط ظبطه معي عصبي. لا عصبي شوي محلات بتتطلب انه لازم تكون هيك سريع نتفي. لا بعصب مرات بلا ايه. يلا فاذا هلا كلنا بدنا نروق، كلنا بدنا نكون عدنان. يلا استمع. يلا اكذب علي، 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 لو قلت بحبك لسه اكذب علي، اكذب عليك لو قلت نسيتك امسى اكذب علي، اكذب علي، لو قلت بحبك بك لسه اكتب عليك، اكتب عليك، لو قلت نسيتك امسى اكتب عليك. قول ماما انت ايه، قول لي انت ايه، اخبر لي بري وانا امسي عليك. قول ماما ايه، قول لي انت ايه، ضري وانا نسي عليك. امال انا ايه، قولي انت انا ايه، اختار لي ضري وانا نسي عليك. امال انا ايه، قولي انت انا ايه، اختار لي ضري وانا نسي عليك. انت حبيبي يا بس حبيبي، والله حبيبي عشان كنت حبيبي. انت حبيبي يا بس حبيبي، والله حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، يا حبيبي. الله الله الله، سلم هالتم سعد. في حدا عم بيقول لي انه انت ما عم تكذب انك عصبي، هيدي العصفوره خبرتني اياها. ايه مظبوط. ما بعرف قد ايه عم بيعانوا من تعصيبك. لا بيعرفوا، بيكونوا بيعرفوني، بيكونوا بيعرفوني. وقرب منك، وقرب منك ها؟ تمام. خبرني عن حياتي الزوجيه بعد اول سنه زواج.
والله لك الزواج حلو والتفاهم حلو، بس ثاقبت نحن فتنا بظروف، يعني ما بعرف ليش حظ هيك، نحن نقلنا بشهر 10 1/10/2019 وخربت ومنربوز كمان ومنربوز 14/10/2019 هلا في مخابرات عم بيخبروني، يعني انتوا عم تعطوني كل المعلومات، بس الحمد لله صديق تعرفت الحمد لله. انا مرتي هي معلمه لغه انجليزي وهي بتساعدني كثير بالسوشيال ميديا، انا ترللي مثل ما بيقولوا، ما لي خلق، يعني بدك يا خي عندي واحد اكونت اثنين ثلاثه، البيج، التويتر، انا ضعت فيهم، الانستغرام، يوتيوب، شو بعد في سبعه نقمه بدك تلحق، وانا بطبعي بكون ماشي بشرون، بصير بفكر اما بالمسلسل اما بالمسرحيه اما بغنيه اما بلحن اما بالانتاج اما بي بي بالعود اما بالموسيقى اما بالحفله، ف كون كل شغلي بالفن، يعني بيجي على البيت بيقولوا لي طيب ما يلا افتح السوشيال ميديا، ايه اوكي بفتح السوشيال ميديا بشوف حدا بعت لي شيء برد وهي خلص يعني تخلص. لا ما بصير هلا ايانا انا وياك قد ايه صرنا عم نتقاتل على هيدا الانستغرام، تعلمت لحالي ما حدا علمني. ها انا 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 بنصحك وما بنصحك، بنصحك تعملها مديرة اعمالك تتابع كل شيء، ما بنصحك لان بيجيك مساجات اعجاب وما بتعرف مين بيتطفل عليك فدخيل اجريك. ايه 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 لا يعطيها العافيه. بعدين ما بدنا اياها تعاني ابدا، بدنا اياها تكون مرتاحه. اسمها لولو، شو بدك تغني لها لولو هلا؟ في غنيه شو بتحب لولو تسمع من صوتك؟ لولو بلولو شلت حبيبي طالب من الله حلو نصيبي، يا 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 لولو شلت حبيبي طالب من الله حلو نصيبي. حسمعك هيدا لنورو كمان؟ ها؟ لا هيدا هلا شيء لا حدا تاني هلا بتعرف. شدوا الهم الهم قوي مركبي اندفع البحري، يا بحري هيلا 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 هيلا. شدوا الهم الهم قوي مركبي اندفع البحري، يا بحري هيلا هيلا طلع البحر البحر بيشكي، قلبي بيحكي القلب بيشكي، يا بحر هيلا هيلا هيلا. طلع البحر البحر بيحكي، دمعي بيشكي القلب بيحكي، يا بحر هيلا هيلا هيلا. صوت شدوب شدوب يغلى وشدوبي للنخل يبقى، صوت شنوبي شنوبي
اللي بسمع شنو قيل النخوي بلع يا بحري هيلا 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 الله الله سلم هالتم وسلم هال يعني العزف الحلو سعد حمدان. سعد تقريبا صار مرق ساعة من الوقت، مرقت هيك والله فيها؟ لا والله ما قد ايه بعد معنا بيسمحوا لنا بال طالما نحن ماشيين بس ببلش العد العكسي بعرف هلا ماشي بقلع. انت تعبان؟ تعبان؟ لا بالعكس انا معك يلا بدك ترجع؟ يلا انا معك يلا اوكي. نسلم كمان على زميلنا بالاو تي في وبصوت لبنان وين ما كان رالف معتوق. هاي رالف جود لك. عم بيقولوا لك لازم نشد حالنا بقى هيلا، شدوا الهمه همه قويه يا بحريه هيلا هيلا. بيشكروك كمان على التحيات بالاغاني. حدا بيقول مرسي على هالغنيه ومن خلالك نبعث سلام لمارسيل خليفه الله يطول بعمره. لما قلت لك هلا لمين الغنيه كنا عم نحكي عن لولو، كثير من الصبايا قالوا لالي لالي، يعني كل واحد الغنيه لالها. ساعات كيف تتعاطى مع المعجبات بوجود لولو بحياتك؟ أنا لولو يعني ايه انا برد على كل الناس ايه. وبتستغرب اذا قلت لك برد على الصغير قبل الكبير. اوكي يعني بحترم الكل، بحب الكل، لانه هني عم بيقدروني. لما بيبعت لي واحد سلام او بيقول لي بدي اتصور انا وياك، قد ايه بلاقي هالتقدير وقد ايه بلاقي هالمحبه. هيدي الشيء يلي بخليك انت تكفي حياتك بفرح. يمكن ما في معنا مصاري كثير، بس محبه الناس هي ثروتنا. فبالعكس هي ما عندها تفهم هالمواضيع هاي، وهي مرات بترد عني لانه انا ما بكون قادر يعني يا بكون برا يا بشغلي يا كذا، بتجاوب هي عن كذا شغله والحمد لله ماشي الامور ماشي تمام. يلا جود لك ان شاء الله هيك يعني تضلكم عايشين. اوكي في مرق معلوم. اول شيء رالف معتوق كمان بيسلم عليك وبقول لك ايه الله يسلمك الله يسلمك. انا اللي بعرفه انه لولو منا غيوره صحيح، وهي مبسوطه بمحبه الناس لإلك. صحيح 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 يعني هيدا لا 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 هيدا احلى افونتاج لفنان هالقد عنده شعبيه وعنده جمهور. يعني هي حياه الفنان صعبه، والناس والانسان اللي بدها ترتبط بفنان بدها تنتبه لهيدي الشغله كثير دقيقه. يعني مرات بتشوفني بنت بتتصور معي بدها تعبطني، مرات بتبوسني، مرات عادي طبيعي. يعني هيدي بالنهايه عم تبين محبتها، انا عم بشكرها بس تشكرها بادب باحترام. لما بتكونوا هيك وحدكم يعني بهيك خلوتكم، يعني بتقعدوا على بالها تسمعك ولا بتحس انه هيدا ضمن نطاق شغلك؟ اكثر الاوقات بتلاقيني اذا قاعد عم بكتب، قاعد عم لحن، قاعد عم بعزف، بتقعد لحالها مشان ما تزعجني مشان ما تضايقني. واذا كان شهدية لولو وافي منا بعد تقعد على لك مدام لولو، تقعد على البراندا بتقعد على البراندا بتترجم. بقوم انا بسحب هيك بسرق خمس دقائق رياحة بريك، بظهر بقعد معها شوي برجع بيجي بكفي. بكون عم بتمرن بتاخذ اكسجين قصدك؟ فبيمشي الحال وبرجع بقعد بكفي. يعني بتلحين الاغنيه اللي يلا 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 لحن الغنيه هيدي اللي نزلتها، كل ما جينا نعمل شيء طلع فيها هيك انا الا يا عمي هيدا لحن ما بتعرف ايمتى بتيجي الاريحه وبتطلع معه. ما فيني اقعد بالقوه يلا بدي طلع، ما بتطلع هي لوحدها بتطلع. فصار هيك سعد على سيره الاريحه، في كتار بينطروا الكل يناموا بفوتوا على اوضه بيبقوا عازلينها وبلشوا يدندنوا. في ناس بيوعوا الصبح يعني من وعيته بيلقط العود، خاصه اذا مثلك يعني بيلقط العود بدندن بيسجلها بعدين بكفيها. انت من اي فئه من الفنانين سعد حمدان؟ لك من الناس اللي انا اذا نايم، حتى اذا نايم انا بكون عم دندن على صدري، بعمل هيك عم بعمل ايقاع وعم طلع اللحن.
الساعه 2 بالليل، 3 بالليل، 4 الصبح، 3 الصبح دغري بقوم بسجل. او احيانا الصبح بقوم بسجل، احيانا بيقعد معي جمعه ما بيطلع معي شيء، احيانا بلحظه بتطلع معي مزيره معينه بسجلها بالتليفون. وفعلا فعلا بيقولوا ما تقول للمغني غني، لانه اذا هو بحب يغني بدون ما تقول له هو بغني، بس مرات ما بيكون بيموت ان كان بلحن ان كان بغني. بتعرف انا تركتك على راحتك، انا عارف انه انت رح بتغني، بس انت منك لحالك يعني. لا هلا انا عندي مود اني اليوم عندك مود، خاصة مبسوط اول شيء، مبسوط ايه مبسوط اول شيء فيك الي، لانه اول شيء طالع المقابله عفويه وكانه قاعدين ببيت عم نحكي، صدقا عم بحكي. اذا بتتذكر جو الي قالوا على الاذاعه هيدا هو عم بنقله، يعني من دون تكلف، من هيك قلت لك عم بيقولوا لي انه حرام ما تكونوا على التي في. صح. بالتلفزيون في كادر، في مخرج، في اوردر، في بريكات، في حدا بيلزمك. هون نحن على حريتنا، يعني نحن فينا نعمل اللي بدنا اياه. وفي نقل مباشر. الناس. نعم. في نقل مباشر. وفي نقل، برافو عليك. زمطت مرة الماضي، والله خدمنا حسان دياب. عسلام حبيب قلبي. انا الدكتور حسان، انا قبل ما اجي على المقابله لقيت له، قلت له دكتور حسان انا رايح على الاوتيل، ما تعمل لي قصه وتقول لي طالع هلا بدي زور المفتي، بدي زور البطرك، خليني اجي لي يونا، خليني اطلع بعدين زورهم. قال لي تكرم يا والله خدمك فيها. خليني اسلم كمان على زميلتي نتالي عيسى، اسم الله عليك نتالي، كنت مباشر ساعتين يعني وكل نهار الشغل، الله يقويك. سعد، يعني مثل ما كنت عم بتقول، ما بعمرك تقول للي بيغني غني، بس اوقات حتى اللي بيغني ما لك عين تقول له غني. انا بتصير معي، خليني اقول يعني بالفيديو، صح، على اساس انه هيك بيعملوا لي هيله، تكون انا ما بعرفه، المحطوط على الكوندكتور يعني عم بخبر اسرار بالشغل، شو بدك تسمعنا؟ كرمالك اوكي ببلش يتنحنح. لا مش عم اقول لك، لا عم تفضل هلا بدك لا خليك لقط العود. بيقوم بيسمعني ويا ريت بيسمعني سعد، بصير مش عارف اي متى بيخلص، بصير اعمله بايدي هيك انه اوكي يلا ستوب اختمها. بتصير انه لا لك عم تقول له برافو، لان في جمهور عم يحضرك بيقول انه الله يلعنك على هالذوق اذا عم بتطلع. قد ايه بنبسط لما بيكون معي حدا عن جد صوته حلو، بتبقى طالعه الاه والزقف من القلب والعيون بيكونوا عم بيحكوا اصلا. فلقط العود، شو بدنا نسمع منك سعد حمدان؟ تفضل. ليله امبارح. الله. لحظه سعد بدي اقاطعك، بتعرف انه هيدي غنيتي المفضله؟ والله يلا. بتعرف وين بحبها اكثر شيء؟ قبل ما تغنيني. هون هيدي النغمه، هون انا بروح فيها. امبارح ما كانش نوم، واحنا لسه في اول يوم، ليله امبارح ما كانش نوم، واحنا لسه. يعني ما فينا نختم مع سعد حمدان، خاصة هيدي الغنية، وبدنا نسمع منه بعد أكثر أغاني. سعد رح يرجع ينضم لي هلا، حكيته لأن قطع عندي، تخطى الساعة، سيبناها اي جي تي في حتى ما تروح علينا الحلقة، لأن هيك فيها كتير أغاني حلوة وفي أشياء سعد هيك خبرنيها بكتير من الصراحة وكتير من الصدق كمان. أنا بحييه عليها، الفنان سعد حمدان. نرجع لنكمل هيدا القسم الثاني، ما رح ناخد من وقتكم بقى كتير، بس بعرف انكم مبسوطين هيك عم بتقولوا لي، هيك عم يجيني مساجات انه مستمتعين بهيدا الحلقة، خاصة مع سعد، اكان بحضوره كممثل والشخصيات اللي قديها او حتى بالاغنيات. اليوم كريم معنا بالاغاني وعزف على العود. يلا سعد جوين مي على السريع، لان هيك نغنشتني، دغدغت لي عواطفي بالغنيه. ليله امبارح ما جاليش نوم، واحنا لسه في اول يوم، ليله امبارح ما جاليش نوم، واحنا لسه في اول يوم، قبل ما تريد ترميني في بحورك، قبل ما ترميني يا حبيبي، مش كنت تعلمني العود، مش
مش كنت تتعلم يا أنا كنت وحدي وحالي شفتك معرفش اللي جرالي أنا كنت وحدي وحالي شفتك معرفش اللي جرالي راح البال راح من بالي قلت لها مع قلبي سلامة والحيرة قلت لها تعالي لا ملام عليا لا ملام والحيرة قلت لها تعالي لا ملام عليا لا ملام عمركم والحب دكم عمركم والحب دكم قلت امبارح مجاش قبل ما ترميني في بحوري قبل ما ترميني يا حبيبي مش كنت تعلم العمر مش كنت تعلم العمر الله الله سعد حمدان يعني ميرسي على هالاطلال اليوم حلو شو عم بيصير مين عم بدق لي هلا شو عم بيصير في ما لا خليك معي لحظه لشوف عم تعمل فيه ضرب لا والله لا في حدا مش عم بسمع الصوت ليه عم تسمعني كاسم لا ممثل رهيب لحظه بس عم تسمعني وعم تعمل فيه ضرب سعد حمدان عم تعمل فيي ضرب عم بسمعك هلا لحظه لرجع شيل شو صار بانتظار انه الكونكشن ترجع شفته انه بضل هلا عم بسمعك اوكي بتعرف شو كنت عم بقول للناس اوكي كنت عم بقول لهم بالوقت اللي بيرجع الكونكشن عندك شفتوا انه بينتقدونا كيف بنقول تمسكوا بالامل بيضل في مطرح نبتسم فيه سعد رغم كل الظروف الصعبه اللي عم نعيشها بيضل فينا نخلق جو للفرح للامل للضحكه للابتسامه لنغني لننسى همومنا مش معقول نضلنا عايشين بهيدا السواد مش معقول نضلنا عايشين بهيدا الياس نيأس نحن ونيأس كل اللي معنا يعني نقدر يكون عندنا نفس طويل لنقدر نتحمل ونضاين بدنا نلاقي هيدا النفس الاكسجين الحقيقي النظيف هالأمل نضلنا متمسكين فيه يعني اليوم يعني ساعة أنا بتصورها اليوم هلأ خارج إطار ال 24 ساعة بكل هيدا النهار اللي سمعنا الأخبار وشفنا المظاهرات وبكينا مع 800 موظف من مستشفى الجامعة الأمريكية صاروا بلا شغل ابتداء من الليلة يعني في وضع مأساة بس عن جد في مطرح للأمل الحمد لله وان شاء الله عطل على طول وهذا الامل لازم نتمسك فيه لانه يعني بيعطيك فرصه ترجع انت تحيا من جديد ويحيا هذا البلد معك صحيح سعد حمدان يعني كنت سالتك غنيه شيء اتت من هذا الواقع لان كنت كل مره تقرر بدك تعمل فيه مشروع هلا صرت تخبرني صرت مخبرني عن كذا مشروع كله بفعل الثوره او بسبب كورونا صحيح. يعني تأجل عم بتقلي الغنية الثانية كمان اللي رح تكون قريبا عم بتظهر لها لحنة رح بتكون من وحي الحياة اليومية اللي عم نعيشها صح؟ هيدي كمان من كلمات في كذا يعني الأستاذ جان سمراني عم يشتغل عليها الشاعر وفي كمان أستاذ الشاعر حسن عبد الخالق ولكن هيدي الأغنية بعتقد راح تكون على كل لسان كل إنسان راح يرددها لأنه هي من 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 وجعه للشخص من قهره هي انتقادية وأنا بعتقد كل شخص بده يفوت على محل لا يجيب شغلة راح يتذكر هذه الغنية يلا ناطرينك سعد ما فيني اقول مطلع لان دغري قلت شو لي اياها
لا 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 ما تقول ما تقول خليها لان يمكن بس هلا هلا نحن مشكلتنا هلا انه عم نفتش على منتج لانه هيدي الاغنيه اللي عملناها كسرتنا صراحه. صحيح هيدي بدها منتج. اذا بقول لك قديش انتاجها شيء بضحك شيء 1500 دولار يعني 10 ملايين ليره يعني منهم هيدا بس ما فيك تسحب اموالك ما فيك شيء ما فيك صحيح. كله مجمد كله مجمد يلا ان شاء الله خير بعدنا عم نقول نتمسك بالامل. سعد حمدان عفوا اليوم انتم كفنانين محبوبين بتاثروا بالراي العام وبتاثروا كمان بالسياسيين يعني اليوم بدنا رضاك وانا بشوفهم على تويتر اي اعلامي اي فنان بيغرد بحق اي وزير او اي نائب بصير بده الستره وبصير بده يعني عرفت انه هيك ينال رضا لان بيعرف هالقد بياثر بالراي العام اليوم. صحيح. اذا بدك تقول للسياسيين رسالة وجع من مواطن لبناني بالدرجة الأولى قبل ما تكون فنان شو هي صرختك سعد حمدان؟ لك صديقي لي عنا السياسيين ما تعودوا يحترموا رأي الناس. لو بيحترموا رأي الناس كانوا من زمان فلوا. ما معقولة لبنان أوروبا بالحرب العالمية الثانية صلحت الكهرباء بتسعة مليار دولار بالحرب العالمية أوروبا كلها صرنا صار فين 30 مليار وبعدنا لهلأ تقنين وما في كهرباء وعيب على بلد مثل لبنان يحمل ثقافة كثير عالية يمكن ما في إلا نظير بالعالم العربي. بتسمع بلا جفر ليك مصيد غبياء جفر اللي على نظام إنجليز وفرنسا وطليان وإسبان يعني هود الناس المتعلمين كتير ومثقفين ولبنان معروف بهال التنوع الثقافي والغنى. طبعا تيجي بتلاقي أنت كهرباء ما في سرقة فساد تتفاجأ أنت باللي عم بيصير. شفت صورة هذيك من كم يوم حدا بعت لي معبر ولد صغير حامل خشبة من 2000 من سنة 2002 حامل خشبة بيعته بي وعم بيعلي الديجونتير تاكك الديجونتير. هلأ بال 2020 صار شاب ما بحاجة لخشبة بعده عم بيعلي الديجونتير. طب لأيمتين بدنا نضل لا كهرباء نفايات بالطرقات السرقة يا خي يسرقوا بس اعطوا حقوق الناس. الدولار صار بالعشرة آلاف صحيح الناس تموت المعاشات صار 50 دولار صار واحد معاشه. يا ريت هودي هالسياسيين هودي ببطلوا هالمناكفات بفكروا الشعب وبظلم الشعب. يمكن هن عندهم كهرباء ما فرقة معهم هن عندهم موتور 24 بيقبضوا 40 50 مليون وبيكون معاشهم بدون ما يوقفوا بواب بالدور على البنوك بس يفكروا بهالناس اللي هن عملوه زعم. فبتمنى عليهم. وشغله ثانيه الفنان يعطوه حقه. نحن يمكن الممثلين او الفنانين اللبنانيين سواء كان مغني موسيقي نحات ممثل شاعر بلبنان حقه مهدور. كل الدول العربية في نقابات الدولة عاطيتهم حقوقهم عاطيتهم نقابات أوردر. عنا ممنوع ناخد نقابات أوردر ممنوع ناخد حقوقنا. 50 سنة الناضي اللي أخذنا قانون اسمه تنظيم المهن الفنية وإجا من وراء منه صندوق التعاضد. في عنا قوانين معلقة عند رئاسة الحكومة. في نقابات مفروض تاخذ حقوقها. هودي الممثلين الكبار عددهم يا خي 150 200 واحد بيكسروا الدوله اكيد لا. ليش ما بيعملوا لهم بطاقه صحيه ومعاش؟ صحيح. ليه؟ هودي صار عمره 60 70 ما بقى فيهم يشتغلوا مثل الاول. نحن يمكن بعدنا مطلوبين هلا بكره بصير مثلهم يعني بس انما هودي الناس مش مفروض يكون معهم انشورنس؟ معقول ابو سليم صلاح تيزاني وغير ابو سليم اذا صار له شيء يروح يترجى الوزير والنايب؟ معلش هذا الوزير والنائب مع احترامي له صحيح او تجي دوله ثانيه كمان تقدم له مساعده. كان رئيس
الرئيس الياس سركيس وغير اللي بيجي برئيس بيروح رئيس بيجي نايب بيروح نايب، بس اللي بيضل عبد الحليم حافظ، بيضل محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، صباح، وديع، نصر شمس الدين، الرحابني، زكي نصيف، حسام رشدي، سلوى القطريب، يعني نهاوند، الله يطول بعمره فيه. هودي الناس اللي بتضل تحكي فيهم، هودي اللي بيعملوا البلد، هودي اللي بيعرفوا العالم على لبنان. وديع الصافي وصباح من ورا مواويلهم رجع نص اللبنانيين المغترب من المهجر من برا. صحيح صحيح. هودي الناس اللي بتضل تتذكرهم، الفنان اللي لازم يكون مكرم لازم يدللوه، شو يدللوه؟ اعطوه حقه يا خيي، طبابي ما عم نطلب منكم مصاري وشغلونا، ما عم نطلب. بس على القليله على القليله لك صندوق التعاضد يلي هو صندوق بيعنى بصحة 8 نقابات في له موازنة 120 مليون هيدي السنة المفروض يعطوها للصندوق ليصرفوها على الأوديو ومين بحاجة لعملية، شالوها. شو بتتوقع منهم يعني؟ ما عم بفهم ليه بدهم ايانا ننزل نكسر ونسبسب ونبهدل، انه شو بدهم ايانا نعمل؟ بس ننزل على الشارع بيقولوا ايه معهم حق. طب معنا حق، ليش تتخلونا ننزل لهم ما دام معنا حق؟ تطلع بيقول لك هيدا ما بيخليني اشتغل وهيدا ما بيخليني اشتري، وهيدا عم قدمت انا ملف اخبار للنيابه العامه ما تحركت، وقدمت ملف شو عم ما شو بدك تحكي؟ اتمنى على السياسيين يهتموا بالانسان والفنان، مش بس بالفنان، انا عم بحكي عن الفنان كمان. طبعا الإنسان. ما هو الفنان انسان بالدرجه الاولى. طبعا طبعا. هيدي كانت رسالتك للسياسيين. هلا لما اختم معك بغنيه من اختيارك، يعني انت بتنقي الغنية اللي بدك اياها وبنختم الحلقه معك من بعد ما اشكرك اكيد على اعطيتنا اياه، بس قبل بدك توجه تحيه للناس اللي يمكن اذا بقول لك يأساني وبقول لك معها حق، بس كمان اليأس يعني هو موت على البطيء. اوكي، نحن متمسكين بالامل، ما بعرف منين بدنا نجيبه، بدنا نخلقه، بس هالمره بدي اتوجه التحيه للناس بكاركتير عدنان هيك بيمرق اخف والطف علينا، يعني ان شاء بتروق الحالي وبيرجع نخلص من الدولار لانه خرب لنا بيتنا الدولار وخنقونا بشي اسمه دولار، يضربوا هني والدولار يا خي يروحوا لعند الين الصيني شو بيشكي؟ شو بيشكي الين الصيني او الين الياباني؟ ما عم دور الدولار يعني، ما هني هلا القوة الاقتصادية بالعالم، روحوا لعنده ولك عم بيعرضوا علينا نفط ببلاش وكهرباء ببلاش. اه غنية ببلاش يا ليش ما بتاخدوا ببلاش؟ ليش ما بتاخدوا ببلاش؟ بيقولوا لك على 1500 وإذا ما معك 1500 عطينا بندورة وخيام. الله الله سعد حمدان، والله قالوا إذا ما بدكم تعطونا معطونا بندورة وخيار كمان ممنوع تاخد منه. ليه؟ يا ماشي الحال سعد حمدان، ثانك يو كثير لحضورك معي اليوم ومشاركتك بهالحلقة من إلي قالوا. أنا كثير انبسطت، الناس اللي عم بقرا تعليقاتهم كتير مبسوطين بالحلقة، عم بيحيوك عم بيهنوك، انبسطوا فيك اليوم، عم بيشوفوك هيك وجه آخر، بركي مثل ما قلت لك يمكن الإطلالات على التلفزيون بتبقى محطوطة بكادر معين بفقرات معينة، اليوم اخدين على راحتنا أنت ببيتك وأنا ببيتي، ويمكن هالقد لأن بنعرف بعض وبنعرف أنك أنت إنسان صادق وفنان هالقد كنا مرتاحين مع بعضنا، فبدي أقول لك ميل ميرسي سعد حمدان، تحية لك، تحية لمدام لولو، وبقول لك ميرسي لكل اعمالك اللي ناطينا اكين على صعيد الدراما مع الشركه الجديده او حتى بالغنيه الجديده او حتى بالسيدي اللي بده ينزل في مجموعه اغنيات لفنانين كبار. في السيدي الجديد وفي العمل الجديد مع شركه سارا برودكشن،
وقريبا بتسمعوا فيها. ومرت الجاي بس يكون في انستغرام راح اجيب بروجيكتور حطه هون مشان يضاء، لانه هيدي من فوق ما حبيتها. في شويه تقليل بين ورانا هيدا شو بسموه الخلف. حضورك منور، حضورك منور باك جراوند، ونحن بنمثل بنشوف الصوره بنقول لا رح تقلل لك الناس. يلا ليش ما في ضغط هيك؟ ليك ما بتعرف هو الحلو انه لان ما في ديكور مش عم نله الناس بالامبلاج الحلو، الكونتينيو المضمون هو اللي حلو. في واحد وعد صوره اساس علقها هون بالحيط اسمه مرسل، اسمه مرسل خضره بتعرفوه. ايه صار هلا طالبه طالب الصوره سنه يا مرسل. سعد ثانك يو دائما على الضحك اللي بترسمها على وجهنا، وحتى بالاعمال الدراميه يعني على الانسجام باي اداء باي دور انت بتعمله بنشوف حالنا فيك. بقول لك الله يوفقك والى مزيد من النجاح. ثانك يو الي ومرسي لك، ومقابله كانت حلوه ولكل اللي عم يسمعونا كمان. وهيدي بوسه مني لك، باي باي. يلا مثل باي. وانا بدي اقول لكم لكل الاشخاص الدعم اللي عم تعطوه حتى اكمل قنوات، بحس حالي انه ما بقى الجلاده، مش ما بقى الجلاده، انه في اشخاص كثير يمكن بحكيهم بيقولوا لا ما بحبوا يطلعوا انستغرام، يمكن ما بحبوا يطلعوا معي شخصيا، يمكن لا بركي بحطوا الانتماء هو السبب او ما بدهم يعطوني كريدي. انا بغض النظر دائما متفائل بالحياه، دائما بسامح، دائما بلاقي لهم اعذار بقول ما عليه ما عليه ما عليه. بس مثل ما وعدتكم رح نعمل حلقه لكم كل حدا يحكي فيها عن بركي مشروع لقله نقدر نساعد وتنسوق لبعضنا من اي منطقه بلبنان او حتى برات لبنان. الجمعه الجايه يمكن ما يكون في الي الو نهار الجمعه، مش يمكن على الاكيد ما راح يكون في، لان عندي مناسبه خاصه اللي هو عرس ابن خيي حفيد الاول بعائلتنا الحوشانيه، فراح نكون معه بالكنيسه وبالعرس وراح نلتزم الوقايه كرمال الكورونا حتى نقدر نضلنا نكفي. هلا اذا ممكن تكون خميس او سبت ما بعرف، ما قبل السهره وقبل وبعد العرس شو بيصير. على كل حال نحن دائما انا وياكم على تواصل من خلال السوشيال ميديا، بتشوفوا الاعلانات على الانستغرام، بتشوفوا على بيج الي حوشان، ايضا على يوتيوب الي حوشان. وفيكم ثانك يو كولات ابيراش دائما حاضره ناضره، ثانك يو لكل محبتك. وفيكم ترجعوا تحضروا كل الحلقات بجزء الاول والثاني على اي جي تي في من بعد ما نخلص من هاللقاء اليوم. نعمت إليا كمان بقول لك ثانك يو انجيل، ميرسي الله يبارك فيك عقبالك الي، ثانك يو ثانك يو ثانك يو. كمان رانيا زلغوطه، جماعه الجاي ما راح يكون في الي الو، بس بوعدكم انه راح انقل لكم اجواء العرس لايف على انستغرام. بس حتى الاشخاص اللي قاعدين يمكن يكونوا زعلانين، يمكن يكونوا هالقد يأسانين، نعطيهم امل انه بعد في شباب مآمنه انه الحياه بتستمر رغم كل الظروف. رح يتزوجوا، يأسسوا لعائله جديده، يمكن يضطروا يسافروا برات لبنان ليأمنوا مستقبلهم، بس الحياة ما وقفت هون. هيدا دائما اللي بقول لكم اياه، ان كان على التلفزيون ولا هون، ولا بقولوا انا قدامي مرايتي حتى ديني وعقلي ودماغي يسمع هيدا الكلام. الحياة شو ما صار لو انهدت الدنيا ما رح توقف، في ناس رح تكفي، يمكن نحن يمكن غيرنا. فنهار الجمعة ب 24 جولاي ما بعرف بأي وقت، ترقبوني لايف بركي من الكنيسة، بركي من السهرة، بركي من أجواء الفيرست دانس، حتى شارككم بفرحتنا. بدي أقول لكم ثانك يو على متابعتكم لإلي، شوف وجهكم وبتشوفوني إن شاء الله بألف خير من الله. تصبحوا على ألف خير، باي باي.